بلدي تشاد تاني ما تشيلهم مثل مدريد تحكي تتكلم الشعب الجاري أصله ما تشيلهم مثل مدريد تحكي تتكلم طيب لا يخفى عليكم انه كل واحد فينا عنده رؤية، كلنا عندنا رؤية وكلكم سمعتوا الرؤى اللي عندنا. ملخصها في انه نحن نوفر بيئة متعلمة مثقفة معتدلة. الرؤية هذه تحتاج الى عمل، كلنا نعرف انه الرؤية بدون عمل حلم، صح؟ نبغى نحتاج عمل. وانتم جزاكم الله خير، ما انتم مقصرين، بالذات على الصعيد الشخصي ما انتم مقصرين، قاعدين تعملوا، لكن اليد الواحدة ما تصفق. سمعتوا الرؤى حقنا، وكل واحد فينا عنده رؤية، الرؤية هذه تحتاج عمل. وانتم جزاكم الله خير بدأتوا توفروا لنا العمل هذا. من فين؟ من هذا، من هنا، منطلقا من الآن. انتم دحين فتحتوا لنا الباب، وكلنا يعرف انه الرؤية مع العمل يمدينا مو نغير بيئة، نغير عالم كامل. هذا اللي حاب أوصله، ويعطيكم العافية.